يا مساء الفل عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الى اخره. النهارده هنتكلم عن حلم السفر. الظاهره دي كانت منتشره من زمان جدا وفي كل دول العالم تقريبا، ناس بتبقى عايزه تهاجر وتسيب بلادها وتبقى في وطن تاني يعني، بس في مصر بصراحه منتشره جدا وخصوصا في اخر 10 سنين. الموضوع ما بقاش مقتصر على شباب عايزه تسافر فتره وترجع، دول بقوا بيفكروا في الهجره عموما وبدون رجعه تاني. الطبيعة البشرية بتقول انه مفيش حد بيحب انه يبعد عن وطنه وعن اهله وناسه ويتغرب ويكون في مكان غريب ما يعرفش فيه حد. يعني ممكن نحب ان احنا نسافر نغير جو، نشوف بلاد كتير، اللي هو المغامرة مثلا، او نسافر ندرس ونرجع تاني، او نحقق حاجة معينة ونرجع. بس الموضوع دلوقتي بقى اكبر من كده، يعني الناس بقت بتسافر وممكن ما ترجعش تاني خالص، مع انه ممكن يكون مسافر هيجهز نفسه لمستوى معين وبعدين يرجع تاني. بس مؤخرا بقت الشباب فعلا بتفكر في السفر بدون رجعة، ولو هيرجعوا بيبقى على المدى البعيد. ازاي قدرنا نكون فجأة من الناس المفروض ان هي بتبقى متمسكة بوطنهم وبأهلهم وبيحسوا بالغربة وسط اي مكان غريب حتى لو لمدة قصيرة، لحد كل حلمه اللي عايش عشان يحققه هي فكرة السفر، وممكن يقدم مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تجيله فعلا الفرصة ويقدر يسافر، وبيبقى جاهز ان هو يدفع مبالغ مهولة علشان يهاجر بره البلد، مع انه لو دفع المبالغ دي في مشاريع هنا هتحقق له ربح برضه يعني، ويبقى في بلده وسط اهله وسط ناسه. فالنهارده هيكون ده موضوعنا، هنتكلم عن حلم السفر اللي بيراود معظم الشباب المصريين دلوقتي تحديدا. مش هنتكلم عن شباب دول العالم بوجه عام، بس هنتكلم عن الشباب المصري خصوصا، انه مؤخرا بقى حتى البنات بيفكروا في الهجرة بره البلد. وممكن بنت تسألها انت حابة تعملي ايه في حياتك او ايه حلمك، ان يسافر بره البلد. دي ظاهرة شوية غريبة، ازاي دلوقتي بقى كل تفكيرهم في ان هم يسيبوا البلد، وازاي ما بقاش عندهم حلم واحد بس يحققوه هنا في البلد دي. في طبعا عوامل كتير جدا وظروف اكتر بتخلي كل واحد يفكر في السفر وكل على حدة. يعني ممكن حد يكون بيفكر في السفر عشان يحسن من ظروفه المادية لان هو شايف انه ما عندوش فرصة هنا في البلد، وحد تاني يكون عايز يسافر عشان هو عايز يوصل لمكانة معينة في العلم، او حتى لو وصلها هنا في مصر بالفعل بس مش حاسس ان هو متقدر بشكل يشبع عنده الوضع الاجتماعي اللي هو عايز يعيش فيه، فبيسافر وبيدور على فرصة في بلد تقدر فعلا العلم اللي عنده. وفي انواع تانية من الظروف خالص، زي مثلا حد مر بمواقف صعبة جدا هنا فما حسش ان هو في وطنه وفي بلده وقرر ان هو يسيب البلد ويسافر. في حالة ان انت مثلا بتفكر عشان الظروف المادية وعايز تسافر للسبب ده علشان انت شايف انك ماديا هنا مش قادر تحقق اي حاجة، هو فعلا البلد ما فيهاش فلوس تخليك انت كبني ادم تقدر تبني مستقبلك او تفتح بيت وتأمن مستقبل اولادك بعد كده، ولا هي الفكرة ان انت بتبص تحت رجليك؟ في الحلقة دي احنا هنناقش كل المواضيع دي وهنعرف فعلا في فرص ولا مفيش، وهنتأكد كويس اذا كان الشباب فعلا بيفكر في الهجرة وهو دارس الموضوع ده كويس ولا لا. كتير قوي لما بيسافروا بيتبهدلوا وبيرجعوا فعلا حياتهم صعبة جدا، او مش كتير، هو تقريبا الاغلب فعلا لما بيسافر بيتبهدل. بيتبهدل مش معناها انه بيتبهدل ان هو بيتعب بس، لا، بيمر بمواقف وبحاجات بشعة ما يقدرش يتحملها، ولو هيمر بيها هنا في مصر فاكيد هتكون اخف وطئا، لانه حتى لو مش وسط اهله بس وسط ناس من نفس الدم من نفس البلد من نفس اللغه، فاكيد الموضوع بالنسبه له هيبقى مختلف كتير. بالفعل البلد بتحاول او يعني بتشغل المشاريع بتاعه الشباب علشان يقدروا يعملوا حاجه وما يلجأوش للهجره. يعني تقريبا اخر حاجه سمعتها ان في شارع عامله الجيش اسمه 306، الشارع ده موجود في الدقي وموجود في مدينه نصر وبيجهز لقريب انه يكون في اكتوبر. الشارع ده بيجمع تقريبا كل الشباب اللي حابين يعملوا مشاريع صغيره بدل ما يبقوا باعه متجولين مثلا في الشوارع او يعملوا الحاجات اللي بتبقى على الارصفه، ان هم ياخدوا تصاريح ويعملوها في الشارع ده. ده نوع من انواع الحاجات اللي الدوله بتحاول تقدمها للشباب عشان هم يطوروا من نفسهم ويحسنوا من مستوى دخلهم من غير ما يلجأوا لفكره السفر، خصوصا ان الفكره دي مش سهله خالص، انك تقدر تاخد تاشيره بلد معينه وتسافر لها الموضوع مش بسيط. بس هل يا ترى كل الدور على البلد بس، ولا في دور علينا احنا كمان كشباب؟ وهل كمان الموضوع كله مادي بحت، ولا في حاجة تانية غير كده، في ظروف وعوامل تانية غير الماديات والعوامل الاجتماعية والمكانة العلمية اللي بنحاول نوصل لها؟ الناس اللي عملت مشاريع بسيطة في بداية حياتها قدرت فعلا بالمشاريع دي انها تكبرها وتعمل اسامي كبيرة. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بدأت صغيرة قوي، الشاب اللي دلوقتي بقى اسمه صبحي كابر اللي كان في الاول عامل عربيه اكل ودلوقتي بقت حاجه كبيره، او عزه بتاعه البليله اللي في اسكندريه
او مثلا بوشبوش بتاع الحلويات اللي بقى عامل سلسله محلات دلوقتي كبيره جدا. كل الحاجات دي ابتدت بمشروع صغير، عربيه حاجه اتعملت وناس كبرتها وربنا كرمهم وقدروا يعملوا سلسله محلات دلوقتي. شباب اشتغل في حاجه غير الكارير خالص لمجرد ان هو يحاول يبني نفسه. هنشوف مع بعض في الحلقه دي من شباب فعلا بيفكروا في السفر، او شباب بيحاولوا يتاقلموا ويوفروا لنفسهم الاوضاع الماديه والاجتماعيه المناسبه بس جوه البلد ورافضين تماما فكره السفر، وهنعمل مداخلات تليفونيه لكل الناس اللي حابه تشاركنا بحكايتهم مع السفر، وهل يا ترى هم حلم السفر ده بالنسبه لهم حاجه بيتمنوها فعلا، ولا حلم بعيد جدا مش عايزين اصلا يفكروا فيه ومش هيكون حلم في وقت من الاوقات. بس اول حاجه هنستقبلها مكالمه تليفونيه من بنوته، وبقول بنوته مرت بظروف وحشه مخليها مقرره ان هي لازم تسيب البلد وتهاجر وان هي ما عندهاش اي حل تاني. هنسمع من البنت دي، مش عايزه اقول اسمها علشان هي رافضه انها تطلع باسمها وخايفه من التشهير والمشاكل لان هي بتمر بحاجات صعبه هنعرفها مع بعض على الهوا. بس افتكروا معايا اني بكلمكم عن بنات بقوا هم كمان بيفكروا في السفر. هناخد اول مكالمه تليفونيه ونعرف البنت دي بتفكر في السفر ليه. الو، ايوه اتفضلي. انا بنت عندي 20 سنة دلوقتي، تمام، في معهد خاص. نزلت اشتغل السنة اللي فاتت من سنة ونص كده، تمام، عشان اعرف ان انا اكمل تعليمي واصرف واخلص الجامعة بتاعتي وبعد كده اتوظف في مكان كويس. رحت جمعية من الجمعيات اللي طالعة اليومين دولت، كنت شغالة فيها كول سنتر. جمعية ايه يعني؟ تمام، جمعية خيرية، جمعية جمعية خيرية، اجتماعية؟ جمعية خيرية. تمام، كنت شغالة فيها كول سنتر. كل اللي بعمله ان انا بتصل بالمتبرعين وباخد ميعاد التبرع وببعت للفرع الرئيسي يطلع اول الايصالات من عنده. تمام. اكتشفت ان في بنت اختلست وحوار كده، رحت مدية للإدارة الحاجات اللي اثبتت لي ان البنت دي اختلست، هم يتصرفوا معاها بقى. تمام. سبت الموضوع وبعد كده هي اترفضت وحوارات كده. اتفاجئت بعدها ب10 ايام جم خدوني من الفرع قالوا لي هتروحي تشهدي على البنت. رحت عادي اسم الدقي اشهد على البنت، لقيتهم ملبسيني انا وبنت تانية كانت معايا في الفرع، احنا الاثنين اللي اكتشفنا الموضوع، ملبسيني قضية اختلاس وان قوة جت خدتني من الشغل مع اني انا اللي رايحة. قوة جت خدتني من الشغل وان انا سني 23 سنة وان هم اكتشفوا لو معانا ايصالات، مع العلم ان انا كنت في الفرع ماليش دعوة بالايصالات، ان لو معانا ايصالات مزورة ان احنا بنحصل ايصالات لحساب يعني لحسابنا احنا باسم الجمعية. قعدت 4 شهور، اتحبست 4 شهور، قعدت سنة ونص في اتحبستي القسم. بالفعل، دخلتي الحبس. دخلت الحبس 1.5 شهر في القسم، وبعد كده جابوا واسطة لما عرفوا ان احنا مش مبهدلين اوي في القسم لان الناس كانت بتلاقينا ان احنا مش وش كده، فالظباط ما كانوش بيعاملونا معاملة وحشة، كنا بنتعامل عادي حلو. عرفوا كده تقريبا راحوا جابوا واسطة وراحوا نقلونا القناطر، واحنا خارجين في عربية الترحيلات المحامي بتاع الجمعية قال لنا اسلم على امناء الشرطة، قال لهم ايوه كده ده الشغل، راح بصلنا وراح مشي. يعني قعدت انت شهرين دلوقتي عملوا واسطة مخصوص علشان يحولوكي عشان من القسم لسجن القناطر للقناطر، تتبهدلي؟ عشان تبقى المعاملة هناك رسمي مش عاملين حساب حاجة. قعدت 2.5 شهر، الموضوع ده كان 12/9 اللي فات 2018. انا خرجت نزلت جلسة يوم 8/1 محكمة السودان وخرجت بكفيلة. تمام. طبعا قعدت 4 شهور اتدمرت نفسيا، طبعا بتعامل مع ناس مش يعني بتعامل مع ناس مش ما ينفعش ان انا اتعامل معاهم غير المستوى بتاعي، الناس مش عارفة اتعامل معاهم او اتأقلم معاهم. طب قعدت انا اربع لحد شهور طبعا دلوقتي مش فاهمه، هي ليه الجمعيه عملت معاكي كده؟ يعني ليه الجمعيه لبستك القضيه دي مع انهم عارفين ان انا انت ما اللي اعرفش، كشفت لهم حد تاني؟ انا ما اعرفش، في ناس بتقول لي البنت تبعهم وهم لما لقوني انا ممكن اتكلم، لان كان بيجي لنا تفتيش تبع الوزاره وبيجي لنا احنا وبيشوف البيانات اللي على السيستم والكلام ده كله عشان يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. ففي حد قال لي ده هي البنت تبعهم وهم لما عرفوا خاف الحسين تتشوشر عليهم راحوا ملبسين القضيه دي. يعني عشان وزارة التضامن بتتابع التبرعات اللي بتبقى داخلة، فبما انهم خايفين ان يكتشفوا ان التبرعات دي ما راحتش في مكانها المظبوط لبسوها لك. كنا كانت الحكايه دي اللي اكتشفت فيها كانت قبل العيد، بعد كده خدنا اجازه العيد ورجعنا، لان كل ما نتصل بمتبرع يقول البنت اتصلت بينا، يقول اسمها اتصلت بينا وخدت التبرع، نرجع الفرع الرئيسي نلاقيهم ساكتين، يعني انا شكيت فيهم اما لقيتهم ساكتين واخده كل التبرعات ومكلمه كل الناس واخده كل تبرعاتهم، فسكتهم ده في حاجه غريبه. ايوه. بدات اتكلم انا والبنت ما نعرفش في ايه، سمعونا وبتاع قعدنا نتكلم ازاي ساكتين كده، طب هم في ايه ليه ساكتين.
كل ده بس طبعا خلاكي تقلقي وتعملي الشكوى بتاعتك وهم لبسوها لك في الاخر، خدوكي كبش فدا. رحنا عادي، قالوا لي تعالي هنروح القسم بس نشهد عليها. انا عشان مش عامله حاجه ومفيش في نيتي حاجه، رحت عادي القسم ودخلت، وقفوا يتكلموا مع معاون المباحث على الجنب وبتاع، ورجعوا والمحضر كان مكتوب، انا ما كتبتش ولا جاوبت على حاجه ولا عملت اي حاجه، وخلوني مضيت على المحضر غصب عني. طيب هو انت شايفه يعني في كل اللي انت حكيتيه ده، طبعا انا عارفه ان الموضوع صعب جدا وانت مش بتقولي حاجه هينه، بس ايه الحاجه اللي بعدها قررتي ان لا لازم اسيب البلد واسافر وانه ده مش مكاني؟ ان الظلم الكتير اللي كان في القضية، الظلم كتير، ما حسيت فيه ظلم كتير واتدمرت خالص. سقطت سنة في يعني ما حضرتش السنة في الجامعة فنزلت، واختي برضو اتدمرت عادة السنة بسبب المشاكل اللي احنا كنا فيها، واختي خطيبها سابها، حسيت الشوشرة. الدنيا كلها بايظة. وغير كده كان معايا بنت مغربية كانت عارفة قصتي بتاع في الحجز، كانت معايا قالت لي انا، هي دكتورة وكانت حصل مشكلة هنا، قالت لي انا اول ما اسافر هبعت لك وتعالي، وبتكلمني دلوقتي على الواتس بالفعل، وعايزاني تبعت لي واسافر معاها. بتحضري نفسك للسفر. بس هنا عادتنا اهلي مش موافقين ان انا بنت واسافر لوحدي والكلام ده كله، وهيبقوا قلقانين عليا، مش موافقين. بس انتي طبعا مش حاسه انك عارفه تعيشي هنا، وشايفه ان الحل الامثل انك تسيبي البلد وتسافري. لا طبعا مش عارفه اعيش هنا، يعني انا كان شافني حد في شارعنا واتقدم لي واتكلم بابا وكده، لما عرف الموضوع اتصل وقال لي لا مش هينفع. فهمت قصدك، يعني انتي الظلم اللي تعرضتي له والمكانه الاجتماعيه اللي انتي حاسه ان هي خلاص اتبهدلت خالص بالنسبه لك، كل دي اسباب خلتك مصممه انك تسافري. طبعا احنا بنشكرك جدا، ومش اكيد مش هنذكر اي بيانات عن البنت ولا عن الجمعيه الخيريه، بس دي حالة من الحالات لبنت اللي احنا بنتكلم فيها انه مش دايما هيكون سبب السفر سبب مادي، اكيد في اسباب تانية كتير. هنطلع فاصل وهنرجع مع شاب عشريني عادي جدا، وهنعرف منه هو عنده حلم السفر ده كمان ولا لا، هيكلمنا بلسان الشباب اللي بتفكر في ان هي تسافر او اللي بتفكر ان هي تتأقلم مع الاوضاع هنا في مصر، وهنفتح التليفونات علشان أي حد عنده مداخلة تليفونية يقدر يكلمنا ويشاركنا بتجربته ويشاركنا بحلمه إذا كان مع السفر أو مش مع السفر، وهنتناقش أكتر في أسباب تانية بتخلي الشباب يفكروا في ده. نطلع فاصل ونشوفكم بعدها. اهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الاستاذ عبد الرحمن محمد، شاب مصري عشريني حياته شبه عاديه جدا بس بيحاول ان هو يعمل حاجه كويسه. هنسمع من عبد الرحمن اكتر وهنعرف عنه، هنشوف ايه افكاره للي جاي. عبد الرحمن كلمني كده عنك شويه، قول لي بتدرس ايه، بتشتغل ايه، احكي لي عنك. انا عبد الرحمن محمد، جرافيك ديزاينر، متخرج من فنون تطبيقيه. كنت قعدت الاول قبل ما اخش الجامعه، يعني اشتغلت فتره الاول بره، قعدت تقريبا حاجه بتاعت 11 سنه شغال. اشتغل من وانت عندك قد ايه مثلا؟ من وانا في اولى اعدادي بالظبط، كنت بشتغل من زمان جدا يعني. اشتغلت ايه طيب في السن الصغير ده؟ اشتغلت في محل، هو كان محل عادي، محل دهب يعني، قعدت شغال فيه فتره، كان نوع من الاعتماد على النفس، وده طبعا جه يعني اهلي هم اللي ساعدوني في حاجه زي كده، ان انا ابدا اعتمد على نفسي من وانا صغير عشان خاطر الحاجات اللي بتقابلنا قدام، سواء كشباب عامه كلنا، ان احنا بنيجي بعد مثلا ما نخلص جامعه او كده فبنلاقيش شغل، ما بيبقاش عندنا اكسبيرينس ان احنا نخش في اي حاجه. فابتديت بقى ان انا اشتغل من وانا صغير، وكان طبعا اهلي داعميني جدا في حاجه زي كده. كنت بتنظم وقتك ازاي طيب ما بين الدراسه وما بين الشغل؟ لا هو كان في تنظيم طبعا في الوقت ما بين الدراسه وما بين الشغل، ان انا كنت مخلي الشغل اغلبيته طبعا بيبقى في الاجازه، وفي اوقات الاجازه بتاعت الدراسه ان انا كنت بنزل الشغل برضو، بحيث ان انا ابدا يعني اركز في دراستي، ابقى ماشي فيها زي ما انا كويس جدا، وفي نفس الوقت عندي الكارير بتاعي اللي انا ماشي فيه بره، لو حبيت ان انا اكمل فيه بعد الدراسه هكمل فيه، لو ما قدرتش اكمل في الدراسه زي ما بيحصل مع ناس كتير دلوقتي. طيب انت اصلا جبت مجموع عالي بقى في الثانويه العامه، يعني حاجه طب كليات قمه وكده، ولا جبت مجموع عادي؟ لا مجموعي كان كويس بصراحه، هو ما كانش عالي قوي بس يعني هو كان مجموع كويس، قدر يدخلني الجامعه اللي انا عايزها اللي هي فنون تطبيقيه. تمام. وبدات من بعديها بقى ان انا اكمل في الخط بتاعي بتاع فنون تطبيقيه كجرافيك ديزاينر. طيب بتحاول تشتغل على نفسك ازاي؟ في حاجات كتير قوي يعني بدات بيها، كانت اول حاجه اساسا هي بتبدا من دعم من اهل من البيت، ده اللي هم اللي يساعدوك في ان انت تبدا تشتغل على نفسك، لكن ان واحد يبدا من نفسه ممكن ما يلاقيش طريق صح فيمشي في طريق غلط خالص،
فهو بيدمر نفسه. تبقى النتيجة صفر، مش بيعمل النتائج، فبالتالي بيحس بالإحباط، مش بيكمل العيب بالزبط. في البلد أو ممكن يتجه في اتجاه تاني، يعني ما يلاقي أصحاب مثلا في الشارع فيدلوه على اتجاه غلط فيدمر نفسه ويدمر أسرته ويدمر ناس كتير جدا حواليه، وبرضه في الآخر هيفكر في السفر. بالظبط، هو ده هيبقى نهايته كده، إن هو ما لقاش الحاجة اللي هو يقدر يعتمد عليها قدام، هو لقى إن هو خلاص ما فيش غير الكارير دوت، هو كارير مثلا مش كويس، فهو خلاص انا شايف ان البلد كلها وحشه، الدنيا كلها اتقفلت في وشه، فهو احسن حاجه انا اسافر بره. طب عبد الرحمن، انت اصلا بتفكر في السفر؟ يعني السفر ده حلم من احلامك ولا حاجه بعيده قوي عن تفكيرك؟ السفر هو طبعا جه فتره ليا كان نفسي اسافر بره مصر زي بقيت الشباب، يعني انا ليه قاعد وكده، بس لما ركزت في الموضوع اكتر ودورت اكتر في البلد لقيت ان بالعكس، يعني الموضوع هنا احسن بكتير من بره. كنت هتسافر تشتغل وترجع ولا هتهاجر؟ كان الاول هجره، بعد كده ركزت شويه في الموضوع لقيت ان هو اهلي هسيبهم خالص، مش هقدر اشوفهم تاني لمده على الاقل 5 سنين عشان اقدر اخد اقامه في الدوله اللي انا هسافر ليها، فاللي هو انا خسرت اهلي والله اعلم هيحصل لهم ايه وانا مش موجود طبعا. فلا بعد كده قلت شغل، بعد الشغل اللي هو لقيت لا ان الشغل هنا تقريبا زيه زي بره، الموضوع مش مختلف خالص، بالعكس احنا عندنا هنا في ناس كرياتيفيتي اعلى بكتير جدا من بره. طب الاول خليني بس اتكلم معاك في نقطتين، بتقولي انه لقيتها زي هنا زي هناك، بالظبط ازاي يعني؟ اكيد هناك طبعا بيبقى الموضوع احسن وفرص الشغل بتبقى مثلا قيمتها اغلى، فعلشان كده هم بيحسوا ان في فرق عملة على الاقل بينزلوا بيه، بتبقى الدنيا تمام. هي دي نقطة، ان هو بيحس ان هو مثلا هياخد مثلا في مصر سي مثلا 5000 جنيه وبره هياخد 5000 ريال، بس هو ما ركزش في حتة ان هو السلع، يعني انت ال 5000 جنيه بتصرفهم في بلدك، يعني انت بتصرفهم يا اما في اكل في شرب في خروج في حاجات زي كده تمام، او بتجهز بيهم نفسك مثلا. انت بره لو جيت يعني حسبت الموضوع هتلاقي هو نفس الحسبة ما اختلفش. طب انت لما حسبتها وقلت ان انت هتلاقي هنا زي هناك، حسبتها ازاي؟ حسبتها من ناحيه حاجات كتير، كانت اول حاجه مثلا انا كشاب دلوقتي مثلا مش مرتبط او مش متجوز مثلا، ما عنديش التزامات، فانا كل بيهتم بيه خروج ولبس واكل وسفر بس مش اكتر، فلقيت ان يعني مثلا من ناحيه الخروج والسفر تقريبا اللي عندنا في مصر هو الموجود بره، الموضوع ما اختلفش كتير، نفس المحلات نفس الخروجات نفس الاماكن بتاعت السفر سواء في الصيف او غيره. بالنسبه مثلا للاكل والشرب والكلام ده كله لا، يعني احنا هنا ارخص من بره بكتير، فانا مثلا لو عايز مثلا انزل اجيب حاجات مثلا للبيت فالموضوع عندي اوفر من هنا من بره بكتير بمراحل. طيب انت كعبد الرحمن والوسط المحيط بيك مثلا من اصحابك، لما فكرت انت في الشغل يعني فكرت فيه بره علشان بس فكره انك تزود مثلا مستواك المادي وتخليه حاجه اعلى، اصحابك برضو تفكيرهم بيبقى بسبب الظروف الماديه ولا بيبقى في اسباب تانية؟ والله هي بتبقى اولهم اسباب ماديه، يعني هو كله شايف ان بره هيطلع بره هيدوله شيك فيه مليون جنيه خده واصرفه، هي مش كده خالص، يعني هي اولا انت بتطلع بره هو بيعاملك ان انت شغال عنده حرفيا، شغال عنده اللي هو ممكن يبقى فيها اسلوب اهانه، فيها اسلوب مش كويس في المعامله، فيها ضغط طبعا في الشغل بطريقه قويه جدا عشان يقدر يحقق منك اعلى تارجت هو عايزه، وفيها وحده طبعا. ده طبعا ده حاجه تاني يعني، بس هي الفكره ان انت بتضغط عليك بطرق قويه جدا بره فوق ما تخيل، بالعكس هنا في مصر ممكن سي مثلا لو انا شغال في مكان ابقى مثلا عرفت الناس اللي فيه، ويعني بقى في ألفة بحكم العيشه، بالظبط بحكم العيشه بيننا كمصريين، فاللي هو لا بنسايس مع بعض شويه، بنمشي الدنيا مع بعض شويه، حتى لو حصل دروب او ليك في الشغل فبتلاقي مثلا صاحبك او مدير بتاعك او غيره بيقف معاك بيساعدك، بره ما فيش الكلام دوت، بره بالعكس انت اول ما بتقع بتلاقي 1000 واحد يوقعك اكتر عشان خاطر تمشي وياخد مكانك. هنا تقريبا الكلام ده مش موجود، ولو موجود بيبقى بنسبه ضعيفه جدا. طيب بما انك انت هنا اصلا بتتكلم بلسان الشباب، فايه الحاجات اللي انت قابلتها وسط اصحابك مثلا اسباب بتخليهم يفكروا ان هم عايزين يسافروا؟ يعني من شويه انت لو شفت البنت اللي اتصلت دي، بنت اصلا يعني الاغرب في الموضوع كله ان حتى البنات بقى بيفكروا يهاجروا، ودي بالنسبه لي ظاهره مش عاديه، يعني مش طبيعي ان كل بنت تبقى بتفكر ان هي عايزه تسافر وتسيب البلد. الظروف اللي هي مرت بيها والظلم اللي وقع عليها خلاها تفكر في كده، انت من وجهه نظرك كان ايه بعد الظروف الماديه وسط اصحابك بيخليهم يفكروا بالشكل ده؟ فكره ان هو عايز يهرب عامه من المجتمع المصري، يعني هو فاكر ان هو لما هيطلع بره هيلاقي عيشه احسن، هيلاقي تعليم احسن، صحه احسن، هيلاقي كل حاجه احسن، بس هو ما عرفش ان كل حاجه بره ليها ثمنها. يعني احنا هنا مثلا لو قلنا مثلا التعليم الحكومي فهو مثلا بيعتبر مجاني او بمبالغ بسيطه جدا، فالناس بتشوف ان هو مش تعليم والناس بتروح سناتر ومش عارف ايه والكلام ده كله. بره في نفس الكلام وازيد بكتير كمان، يعني زي مثلا عشان اخش مدرسه حكوميه بره فهي تساوي مثلا مدرسه لغات عندنا هنا في مصر، مدرسه اللي هي عاديه خالص، مدرسه حكوميه بتاعت بره بتاعت مثلا السعوديه او الامارات او ايا كانت الدوله.
نفس الوقت برضو هم مش معتمدين برضو على التعليم في المدارس بشكل كلي، عندهم برضو دروس وعندهم برضو سناتر وعندهم كل حاجه زينا بالظبط. فهو الموضوع ما اختلفش في اي حاجه خالص يعني من ناحيه كتعليم، لا هو الموضوع هناك اغلى، اغلى في كل حاجه. يعني قصدك ان لو هم بيقدموا هناك جوده تعليم ففي المقابل مدفوع ثمنها، ومدفوع ثمنها كويس جدا خالي يعني بارقام كبيره جدا. طيب ممكن ايه تاني يخلي الشباب عايزين يسافروا غير الظروف الماديه والتعليم؟ ممكن مثلا اصل هو اللي بيسافر بره بيسافر عشان حاجه من اتنين، تمام؟ يا اما خلاص حصل ان هو مش قادر يتعامل في البلد بسبب ضغوط مثلا بتبقى من البيت او ضغوط من الناس اللي حواليه، فحاسس ان هو خلاص مش لاقي مكانه هنا وبيقرر ان هو خلاص انا ما فيش حاجه تانية اعملها فبييأس وبيسافر. يا اما مسافر عشان يتارجت حاجه معينه ان هو يجهز نفسه مثلا او يجمع فلوس ويرجع. فهو في كلتا الحالتين انا من شايف السفر اللي هو ملوش لازمه بصراحه، يعني او اللازمه بتاعته ما تستدعيش قصادها ان انت تسيب بلدك واهلك وناسك. بالظبط يعني معلش هو دلوقتي مثلا واحد ساب بلده وسافر عشان خاطر يكون نفسه، تمام؟ في المقابل هو ممكن برضه على ما يرجع بعد ما يكون نفسه ويظبط دنيته، البنت مثلا كان مرتبط بيها فهي خلاص يعني لقيت حد تاني مهتم بيها اكتر موجود جنبيها سابها، سابته شكرا. يعني هو خلاص خسر مثلا هو الشخص اللي كان رايح متارجت عشانه، خسر حياته الاجتماعيه عموما. بالظبط اهله مثلا حد لا قدر الله جرى له حاجه او هم محتاجينه اكيد ان هو يعني وانس ان هو قدر يسافر فهو من سن وصل مثلا 30 سنه مش اقل من كده او 25 سنه مثلا، فاهله اكيد سنهم كبر في المقابل فاكيد بيبقوا محتاجين اهتمام ورعايه شويه ان حد يبقى موجود معاهم. يعني هو مش بعد العمر ده كله فانا هسيبهم وهمشي، هم معلش هم اللي وصلوني ان انا ابقى عندي كده وابقى واقف كده على رجلي، فمش هاجي انا هم سايبهم وماشي بقى اللي هو لا انا هروح اكون نفسي. طبعا الاهل ما بيردوش يقولوا لاولادهم لا مش عشان حاجه، بس الاهل عايزين يشوفوا اولادهم في احسن حاجه، فاللي هو مش هيوقفك مش هيقول لك مش هقف في طريق نجاحك. لو انت شايف ان ده هيوفقك او ده اللي فيه النجاح ليك سافر. هو طبعا بالنسبه لهم ده بيبقى اكتر حاجه مضايقاهم جدا يعني. طب انت بما انك بتتكلم دلوقتي في فكره الفلوس مثلا هتبقى هنا زي هناك، انت بتقدر ازاي تتاقلم في الظروف بتاعه مصر وبتحاول ان انت تبني مستقبلك وتفتح بيت وتامن مستقبل لاولادك؟ يعني ايه مثلا البلانز اللي ممكن تبقى بتحطها انت او اي شاب مكانك ان هو يبقى طول الوقت بيكرييتيف عشان يحقق مستوى مادي كويس؟ تمام. هو بصي اول حاجه عامه اي واحد عايز يشتغل ويحقق اي حاجه في البلد دي هيحقق، تمام؟ هي مش واقفه على حاجه معينه او ملهاش رولز معينه، في ألف سكة كويسة ومحترمة تقدر تحقق منها اللي أنت عايزه. أبسط ما فيها إن أنت في ناس مثلا مهندسين خريجين هندسة قسم ديكور ما لقوش إن هم قدروا يشتغلوا أو قدروا إن هم يلاقوا مكاتب معينة يتعينوا فيها تجيب لهم الفلوس هم عايزينها، فبدأوا يجيبوا إيه مثلا مكنة تقطيع ليزر مثلا تقطيع خشب ليزر وبدأ يعملوا ديزاينز بسيطة جدا. بعد كده بدأوا يكبروا الموضوع شوية شوية لحد ما بقى عندهم زي شركات تصنيع أساس كبيرة جدا في البلد. فلا يعني اللي عايز بيوصل في حاجه بيوصل لها، فدي نقطه مثلا. ممكن لو انت مثلا حابب مثلا انت مالكش في اي حاجه خالص او انت مثلا مش متعلم اكيد في الف طريق ممكن تاني تروح ليه، يعني ممكن مثلا تتعلم صنعه حتى لو بسيطه باجتهادك بيها وانت تركز فيها هتعرف توصل ليها، وهي دي حتى اللي هتخليك تسافر بره. لكن انت تبقى طالع مفيش خالص او حتى لو متعلم بس ما اهتمتش بتعليمك وعايز تسافر عشان تشوف ان بره في فرصه احسن، لا ده مش هيكون يعني حقيقي. ده هو هيبقى فشل ليه، يعني هو هيرجع من هناك اساسا ان هو مش هيلاقي حد يهتم بيه، لان طبعا مسافر بره هو اكيد الليفل بتاعه اعلى منه فمش هيلاقي حد يهتم بيه بره، فيضطر يرجع تاني فيرجع بقى متدمر اكتر من الاول. يعني هو لا بقى نافع بره ولا جوه وحياته كلها وقفت. واكيد لو لقى شغل معين بره هيكون شغل برده يعني فيه بهدله ومرمطه، مش هتقعد على مكتب مش هتمسك بالزبط. حسابات حاجه مثلا، انت هتشتغل شغل هتتبهدل فيه زي اي حاجه ممكن تشتغلها هنا. هيبقى ممكن يشتغل في مطبخ مثلا زي ما بيجي، هو فعلا بيحصل في المسلسلات ده مش هزار، ده فعلا ده بيحصل. يعني هو واحد مثلا سافر بره مهندس انا اعرفه شخصيا عشان خاطر هو عايز يقعد بره مصر وشاف ان العيشه بره مصر احسن، فسافر بشهادته، شهادته بره ما كانش ليها القيمه الكبيره قوي زي ما هو متخيل وهو كان لسه متخرج، فطبعا معهوش اي اكسبيرينس معهوش اي حاجه ان هو يقدر يشتغل بيها بره، فاضطر ان هو يكمل تعليم تاني بره ياخد حاجه زي دبلومه لمده 4 سنين. فبيعمل ايه؟ بيضطر ان هو يشتغل كل يوم في مطعم شكل عشان يصرف على الدبلومه اصلا، عشان يصرف على نفسه وعلى الدبلومه وعشان عشان يعرف يعيش. ما هو طالع بره ابيض معهوش فلوس معهوش اي حاجه، فاللي هو انا جيت فاللي هو انت مش في مصر، انت يعني انت زي ما بيقولوا في مصر انت جيت فهتلاقي الف واحد يرحب بيك، بره مفيش اكيد. طيب انت بتتكلم معايا عن الشباب مثلا اللي زيك واللي مستواهم المادي او فرص اهاليهم ليهم كانت كويسه الى حد ما، لكن لو حد غير متعلم او تعليمه مثلا تعليم متوسط من الناس اللي انت بتتكلم عنهم يقدر يعمل ايه هنا؟ يعني هيطور من نفسه ازاي او هيبني مثلا بيت واسره واولاد ازاي في ظل الظروف الصعبه دي؟ ما هو طبيعي يدور على فكره السفر وتبقى هي اول فكره بالنسبه له.
تمام. يعني هو ده حصل بامانه يعني قدامي في نموذجين كانوا معايا لما كنت في الجيش. كان في 2 زمايلي كانوا معايا، الاثنين مش متعلمين، ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، والاثنين ترزجيه بيشتغلوا على مكنه خياطه بس مش اكتر. واحد منهم قرر ان هو يتعلم، يبدا يتعلم تاني من الف لليه وهو لا يفقه شيء، وكان سنه 21 سنه يعني مش صغير، بس ما قالش انا كبرت على التعليم. بدا يتعلم عشان يبدا يطور من مجاله ده. دلوقتي ما شاء الله عليه، يعني هو الاول كان مثلا حد عايز يعمل حاجه، عايز يصلح تي شيرت، بنطلون، مش عارف ايه، ده كان كل شغله. لا دلوقتي قدر مثلا يتعلم يعني ايه يعمل باترون، قدر يفصل، قدر يبدا يعمل بداية ديزاينز جديدة. خاصه بيه هو بالظبط قدر يعرف يعني ايه ارقام، يعني ايه مقاسات، بدا يفصل حاجات كتير جدا، بدا يشتغل في حاجات كتير جدا عن الاول. بعكس التاني، التاني كان هنا في مصر شغلانته برضه خياط ترزجي، سافر بره زي ما هو بنفس الفلوس اللي كان بياخدها في مصر. كل الفكره ان هو قاعد بره لوحده، فبدل ما كان بالظبط بدل ما كان بيصرف مثلا هنا مع صحابه مثلا سي مثلا 2000 جنيه هو بيكسبهم في الشهر، لا هو بيوفرهم. فهو كده شايف ان هو وفر، وان هو كده بيدخر، وان هو كده عامل مجهود جبار. لا بالعكس، هو كده جاي على نفسه، مش على حد تاني. هو هيدفعهم نفسيا ومعنويا كتير جدا. بالظبط. فان هو يجي يحقق ده هنا بقى تاني لما يرجع، حتى لما هو يرجع من بره فهو رجع تعبان عايز يتفسح، فممكن يصرف كل الفلوس تقريبا هو حوشها. يعني انت شايف انه بالنسبه لك ومن وجهه نظرك انه هنا زي هناك، بالعكس يعني هنا انت وسط اهلك وناسك فمعنويا في دعم، لكن هناك انت هتتبهدل وهتمر بحاجات كتير قوي صعبه. هناك مرمطه بصراحه، يعني موضوع بره مرمطه بكتير. بالعكس يعني هنا الناس في ألف واحد يساعدك، يعني لو انت مثلا لو حد مثلا عادي جدا في منطقه بسيطه جدا ما بيشتغلش، بيلاقي الناس الكبيره، طب انا اعرف مثلا حد في كذا، تعالى طيب لو بيساعدوه. انت بالظبط، تعالى مثلا انت معاك مهنه كذا، طب تعالى اعمل اختبار وان شاء الله ربنا يوفقك والدنيا تمشي. ففي ألف واحد بيساعد. هو لو سافر بره بدون اي حاجه، بغض النظر طبعا يعني هو بقى مذاكر ومعاه شهادات ممكن يبقى ليه موقف تاني، لكن لو هو سافر طبعا معهوش اي حاجه وعايز يبدا بره صعب جدا. أكيد. الدنيا بره مش زي الاول، يعني احنا الاول كنا عندنا، احنا كنا متعلمين، كان تعليمنا اعلى من الناس اللي بره، فكنا بنطلع بره لينا احتياجاتنا ولينا طلباتنا، يعني احنا بنطلع بره احنا مطلوبين من مصر. لكن دلوقتي ما بقتش زي الاول، ما بقاش فيه اهتمام بالتعليم زي الاول، فانت بتكون نفسك بقى انت بنفسك هنا في البلد. فانت عشان تقدر توصل وتطلع بره فانت لازم بتقعد كتير جدا. عبد الرحمن بيتكلم من وجهة نظره هو كشاب وإيه رأيه في فكرة السفر، وإنه الدنيا هناك يعني بيركز قوي على إنه مش هيبقى فيه أهل، مش هيبقى فيه دعم، مش هيبقى فيه الألفة اللي بتبقى ما بين المصريين. فحتى لو في يعني نسبة فلوس معينة أنت هتدخرها، فأنت دافع ثمنها نفسيا ومعنويا يعني كتير جدا، وأحيانا كمان جسديا لأنك أكيد هيجوا عليك قوي. انا مستنيه اسمع منكم كل ارائكم انتوا كمان وكل تجاربكم، وتقولوا لي من وجهه نظركم، سواء انتوا من الناس اللي بتحلم بالسفر او سواء من الناس اللي مؤيده فكره عبد الرحمن، انتوا شايفين الموضوع ازاي. وتقدروا كمان تشاركونا بتليفوناتكم عشان تقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه الحلقات اللي جايه وايه المواضيع اللي حابين تشاركونا بيها. هستنى كل تليفوناتكم بعد الفاصل، واي حد حابب ان هو يشاركنا برايه في حلم السفر وده حلم من احلامه ولا لا، هستنى تليفونه. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية في الحلقه بتاعه حلم السفر، وبنتكلم عن الشباب وكمان البنات اللي بقى كل حلمهم دلوقتي انهم يسافروا ويسيبوا البلد. الظروف الماديه فعلا صعبه، وكمان الاجتماعيه مش سهله قوي، وكتير بنتعرض لحاجات سيئه زي الظلم اللي اتعرضت له اول متصله في الحلقه النهارده. الظلم ده خلاها شايفه ان هي مش واخده مكانها في البلد وعايزه تسافر، وكمان في ظلم اجتماعي وظلم في المكانات التعليميه اللي بتوصل لها ومش بتتقدر. دي كلها اسباب ممكن تخلي الشباب او كمان البنات دلوقتي يفكروا في ان هم يسافروا. بس هل يا ترى فعلا النتيجه اللي بترجع من السفر تستاهل الغربه، تستاهل ان انت تسيب اهلك وتسيب مكانك وتسيب وطنك وتختار وطن تاني، مع ان الموضوع مش سهل ابدا، ومع انك هناك هتدفع ثمن اي حاجه هتاخدها، سواء بقى المكانه الاجتماعيه او العلميه او حتى الفلوس اللي ممكن تكسبها، هتدفع ثمنها غالي جدا. هتدفعه مش بس من صحتك ومجهودك وانت بتشتغل، انت كمان هتدفعه من غيبتك عن اهلك وغربتك وانت لوحدك، وهتدفعه بهدله ومرمطه في بلد مش هتتعامل معاك غير على انك كائن بشري جاي يشتغل عندهم، مفيش اي حاجه اكتر من كده. انت بالنسبه للبلد دي هتبقى مجرد اله،
بيحاولوا يكسبوا منك اكبر قدر ممكن من الشغل ومن الانتاج علشان في المقابل يدولك فلوس مش دايما بتبقى كتير مقارنه باللي انت هتاخده هنا في مصر. معانا اول اتصال تليفوني وخلونا نكلم بنت هتقول لنا رايها في حلم السفر. سلمى. مساء الخير يا استاذه ساره. مساء النور، اتفضلي. انا طبعا حابه الاول اشكر حضرتك على الحلقه المهمه دي والموضوع المهم ده، لان ده موضوع شاغل اغلب الناس اللي في الفئه العمريه بتاعتنا العشرينات. وبالنسبه للبنت اللي عملت مداخله في اول الحلقه، انا يعني ليا راي معين حابه بس ابديه. اتفضلي. موضوع السفر انا يعني بقول لها لو هي سامعين ان هي ما تفكرش فيه، لان ده هروب، هتعيش طول عمرها هربانه، هيضرها حياتها بعدين وهتخسر كتير بعد عن اهلها. وانا عايزاها تتمسك شويه بالقرب من ربنا، وربنا سبحانه وتعالى قادر انه زي ما اتحطت في الموقف الوحش ده يخرجها منه. حسبي الله طبعا ونعم الوكيل في اللي حصل فيها ده. بس بالنسبه بقى موضوع السفر، طب سلمى معلش قبل ما تقولي لي موضوع السفر، مش يمكن هي هترد عليكي دلوقتي وتقول لك انت عشان بره الموضوع ما حصلكيش مشكله زي مشكلتي؟ صدقيني وهي بعيده عن اهلها كل لحظه هتبقى اصعب من وهي هنا وهم بيحلوا لها المشكله بكتير، لان ساعتها مش هيبقى معاها حد خالص. طب قولي لي يا سلمى، وقت خايفه ترجع فيه هنا البلد تاني. انت مش بتفكري في السفر؟ لا خالص عمري. ولا حبيتي حتى الفكره لما تخيلتيها؟ لا 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 عمري. انا شايفه ان ماشي، انا عارفه طبعا ان الظروف في البلد صعبه وكل الكلام دوت، انا فاهماه طبعا ومقدراه، بس اللي بيبقى يروح يدور على تراب بلد ثانيه يعمل منها ذهب ما تعمل في تراب بلدك احسن. مشكلتنا بس ان احنا اغلب الشباب بيبقى متخرج من الجامعه كمثلا مهندس او دكتور او ايا كان، عايز يتخرج يقعد على مكتب يشتغل نفس الشغلانه اللي هو درسها. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما كرمش والدنيا متاخره او مش متيسره، طب ما نشوف حل تاني او نفكر في حاجه تانيه. انا في كذا حد كتير جدا من صحابي ولاد وبنات اشتغلوا شغلانات غير دراستهم خالص وعملوا ما شاء الله مكاسب خياليه. الفكره في الفكر، فكر البني ادم ذات نفسه في انه ازاي يعمل فلوس في بلدنا. احنا في بغض النظر طبعا ومع احترامي كل الدول اللي حوالينا والعرب، في ناس جت بلدنا وكانت الظروف بتاعتهم صعبه في بلدهم واضطروا ان هم يجوا بلدنا وهو على راسنا من فوق، وفعلا لو تتكلمي معاهم يقولوا لك هم جم البلد بايه ودلوقتي معاهم ايه. فده معناه ان المشكله مش بس في البلد. طبعا واغلبهم ما اشتغلش بشهاداته والكلام دوت حضرتك يعني لو دورتي فيه هتلاقيه. فده معناه احنا بقى المشكله عندنا احنا في ايه؟ لما الناس زي ديت جت واشتغلت تعبت في ارضنا وفي بلدنا وعملوا، طب احنا مش بنعمل ليه؟ طب ما نعمل هنا الاول وبعدين نبقى نطلع نعمل بره. انا من وجهه نظري شايفه ان اللي ما نجحش جوه عمره ما هينجح بره، لان النجاح فكر واراده. وفي الاول والاخر ده رزق. طبعا والظروف دي حاجه متيسره من عند ربنا، انما الدفى والقعده وسط اهلي والناس اللي تقعد تقول لك لا دي عواطف مالهاش لازمه، لا يا جماعه دي ليها لازمه. كفايه تعب الام والاب وانت مش جنبهم، او لا قدر الله حد منهم يروح وانت مش عارفه تنزلي بسبب تذكره، يعني في داهيه كل فلوس الدنيا وكل حاجه، ولا ان حاجه زي دي تحصل وانت مش موجوده، او انك تتعبي حتى ما تلاقيش حد يناولك كوبايه ميه لانك لوحدك. سلمى. وبعد سنين بترجعي تندمي. انت بتشتغلي يا سلمى؟ بشتغل. بتشتغلي في مجال دراستك؟ انا بشتغل في مجال دراستي، وعشان الدنيا في الماديات مش ظابطه معايا فبشتغل في حاجات ثانيه عشان اقدر ان انا اوازن. كان يهمني اسمع منك ده جدا. بس طيب ربنا بيكرم. حابه تضيفي حاجه ثانيه يا سلمى؟ لا 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 شكرا. متشكره ليكي. ميرسي على مداخلتك يا سلمى، شكرا لرايك جدا، رايك طبعا يحترم، وانا شخصيا شايفه يعني زي سلمى كده بالظبط. كان مهم بالنسبه لي قوي ان انا اسمعكم انها بتشتغل، وكمان الإضافة أنها بتشتغل شغل إضافي علشان تخلي حياتها المادية إلى حد ما كويسة. هي مش بتقول أن الدنيا وردي، بس بتقول أن اللي هيدفع بره أكبر بكتير وما يسويش قيمة قعدة واحدة وسط الأهل والصحاب. معانا اتصال تليفوني تاني من هبة. هبة تفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور، تفضلي. إزيك يا أستاذة سارة؟ الحمد لله يا حبيبتي، أهلا بيكي. انا بشكرك جدا على البرنامج الجميل، وبشكر كل القائمين عليه وعلى القناه المفيده، وبشكر الاخت اللي ردت عليا في الكنترول. ميرسي. ميرسي ليك يا هبه. هبه ايه رايك في موضوع السفر؟ انت حابه تسافري بره البلد ولا بتحبي البلد وحابه تقعدي فيها؟ لا طبعا مش حابه اسافر خالص، لاني طبعا ربيت منزل، وكمان والله يعني السفر مش حلو قوي للدرجه اللي الناس منبهره بيه، يعني كفايه الغربه طبعا والبعد عن الاهل والحاجات دي كلها يعني. طب انت عندك حد من قرايبك او من عيلتك مسافر ومتغرب؟ عندي اخويا مسافر، وبصي يعني مش عايزه احكي لك
لما الدنيا بتمطر عندنا في مصر يقول لي صوري لي شكل المطر، صوري لي لمية العيلة، يعني كفاية ان هو محروم من الحاجات دي كلها. يعني مش مبسوط هناك قوي، شايف ان هو الحياة صعبة برضو. اكيد اكيد الحياة صعبة وكده، بس يعني بصراحة القعدة في البلد كمان وسط الاهل والاحباب يعني بالدنيا كلها. ميرسي ليكي يا هبة، ويا رب دايما كده وسط اهلك واحبابك وما تتحرميش منهم ابدا. بنشكرك على اتصالك، وان شاء الله يعني ما تتحرميش منهم ابدا ويرجع لك ربنا اخوكي بالسلامه. طبعا تقدروا تعملوا مداخلات تليفونيه مش بس عشان تتكلموا معانا عن حلم السفر، انتوا كمان ممكن تكلمونا عن اي حاجه انتوا عايزينها او حابين ان احنا نناقشها في حلقاتنا اللي جايه. واي حد حابب يشوف اي حلقه، لينك اليوتيوب باسم البرنامج تقدروا تشوفوا الحلقات اللي فاتت، وتقدروا تتواصلوا معانا على البيج على الفيسبوك، اللينك بتاعها برده تقريبا هتلاقوه على الشاشه مع ارقام التليفونات. ولو عندكم اي موضوع او اي مشكله حابين تطرحوها على الشاشه ممكن تتواصلوا معانا وتسيبوا ارقامكم للكنترول، او تبعتوا لنا على الفيسبوك مسج بتحكوا لنا فيها ايه اللي بتمروا بيه واحنا نتواصل معاكم. هستنى طبعا اي تليفون منكم تحاولوا توضحوا لنا انتوا لو من مؤيدين فكره السفر فانتوا شايفينها ازاي، وحابين السفر ليه، وايه الظروف اللي خلتكم تبقوا عايزين تسافروا. اكيد هيفرق معانا كتير علشان احنا حابين نسمع الشباب بتفكر في ايه وشايفه موضوع السفر ده ازاي. معانا اتصال تليفوني من ام جهاد، اتفضلي. الو الو، مساء الخير. مساء النور. ممكن بس حضرتك توطي التليفون التلفزيون يعني اسمعينا بس من السماعه. ايوه يا ساره، اهلا بيكي، اتفضلي. انا فاطمه مع حضرتك. فاطمه بنعتذر، اتفضلي. انا كنت بس حابه اشكرك على البرنامج الجميل ده، ومن توفيق لتوفيق كده دايما، ومن نجاح لنجاح يا رب دايما. ميرسي يا فاطمه. انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك ان انت منوره الشاشه، انا بستنى البرنامج بفارغ الصبر كل يوم. ربنا يخليكي، انت اللي نورتينا. على كلامك الجميل وكلامك الحلو. ميرسي ليكي يا فاطمه. أنا بس جدا كنت عايزه بس اتكلم على فكره السفر. اتفضلي. انا مش مع فكره السفر دي خالص، بس انا شايفه ان السبب الرئيسي في البلد ان البني ادم يسافر ان مفيش شغل، قلة الشغل والبطالة. فانا بقول ان احنا لازم يعني بوجه للرئيس ان هو يشوف شغل في البلد اكتر، ان الشباب ما تسافرش، واللي هيعمل المجهود اللي هيعمله بره يعملوه البلد. هو انا فاهمة وجهة نظرك، بس برضو احنا زي ما هنوجه رسالة للرئيس نوجه رسالة للشباب، نقول لهم ان هم يشتغلوا ويسعوا اكتر ويحاولوا يدوروا على فرص مش شرط تكون مرتبطة بمجال دراستهم مثلا او الشغل اللي هم بيدوروا عليه. اكيد انت قصدك ده. ما هو شرط ان هو فعلا ان هو ما يشتغلش، بس كل واحد بيبقى في كليه حابب ان هو يشتغل بعديها الشغل اللي هو في مجال دراسته، ان هو بحيث ان هو يبقى فاهم فيه اكتر. اكيد الفكره بس كلها انه زي ما احنا عايزين البلد تساعدنا احنا كمان محتاجين نساعد البلد. نساعد البلد. ايوه وفعلا اللي هنطلع نعمله بره فاحنا نعمله في بلدنا احسن، ولازم يكون في فرصه عمل علشان الشباب اللي بتهاجر الهجره غير الشرعيه دي ما ينفعش. اكيد بتبقى اضرارها كبيره جدا، اللي بيتقبض عليه واللي بيترحل واللي بيموت زي ما كنا شفنا قبل كده في حادثه عباره السلام اللي مات فيها ناس كتير جدا جدا جدا، وكان في منهم ناس كل هدفهم برضو الهجره وغيره وغيره، يعني الموضوع اكبر من كده. ميرسي ليكي يا فاطمه، شكرا جدا على رايك وشكرا على اتصالك، اكيد نورتينا وهنستنى تليفوناتك في حلقات تانية تقول لنا برضو رايك فيها. انا بس حابه اقول حاجه، زي ما فاطمه قالت هو كل واحد طالع من كليه معينه حابب يشتغل بيها، بس بما انك دورت على فكره معينه في انك تسافر بره ممكن برضو تدور على فكره تانية تعرف تشتغل بيها هنا، لان مش دايما لما تسافر بره هتشتغل بشهادتك. ده بس كان تعقيب على مكالمه فاطمه. معانا مكالمه تانية، مدام دلال. طيب الاتصال اتقطع، بنعتذر مدام دلال، تقدري تتصلي بينا تاني. للمره الاخيره انا بقول ان انا يعني مش شايفه انه فكره السفر حاجه حلوه جدا، وطبعا ده رايي اللي لا قيمه له، يعني ممكن حد يشوفه ممكن حد لا، ممكن حد يقتنع بيه ممكن حد ما يقتنعش بيه، بس ايا كان سبب تفكيرك في ان انت تسافر، لو عملت زي ما عبد الرحمن او زي ما سلمى او زي ما اي حد من الشباب اللي كانوا معانا النهارده قال ان هو حسبها من ناحيه الاهل والغربه والوطن وفكرة انك هتبقى لوحدك، صدقني هتلاقي ان هي مش فارقة كتير، وان الكام الف اللي هيبقوا طالعين زيادة مش هما دول اللي هيعملوا كل الدنيا.
اما الناس اللي بتسافر بقى لاسباب علميه ان هم عايزين يبقوا في مكان علميه اكتر او يخلوا مستواهم التعليمي اعلى، فدول للاسف ما حصلش ان احنا سمعنا من حد منهم دلوقتي علشان يقول لنا رايه، بس اكيد هيشرفنا ان احنا نسمع رايهم في اي مكالمات تليفونيه في حلقات جايه او في مسج على الفيسبوك. هختم النهارده بحاجه كنت شفتها في فيلم الرهينه للفنان صلاح عبد الله، لما قال للشاب المصري اللي كان كل حلمه ان هو يهاجر وكل تفكيره بس في ان هو يسيب البلد ويسافر، وتقريبا باع ذهب مامته كان مش عارفه عمل ايه وكل حلمه في ان هو يسيب البلد واتبهدل جدا بره، إيه ان البهدله في مصر احسن ألف مره من انك تتبهدل بره، لانك مهما اتبهدلت هنا انت بتتبهدل في بلدك. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله، استنونا. شكرا.